طب معتصمين ومضربين من يوم 22/7 علشان صاحب الشركة قرر ان هو لانه العمال كان في فطار معاهم والعمال قرروا يعني اعتبروا ان هم قاعدين معاه قاعدة عائلية فقرروا ان هم يفتحوا معاه حقهم في الارباح وشركة التأمين الصحي اللي هو غيرها واللي هي ادت الى تقليل الحاجات اللي كانت بتقدم لهم لدرجة مثلا انه علاج الحروق مش موجود في التأمين ده رغم ان هم شركة صلب ومعرضين هم يتعرضوا لحاجات بالشكل ده وعلاج لأسرهم وحاجات كده فوجئوا بان هو لا بيقول لهم لا انا بخسر وما فيش حاجة اسمها ارباح وحاجات بالشكل ده وفوق ده وده قرر ان هو يوقف عن العمل اتنشر له في الزمايل وده كانت البداية بتاعت الاعتصام والاضراب وانه الاعتصام والاضراب ده اللي هو كان مستمر لحد امبارح تصرفات السلطة حتى بعد ما يسمنوا ب 30 يوليو في الحقيقة كلها كانت بتقول انه دي ما هياش لا سلطة الثورة زي ما بيدعوا ولا اي حاجة غيرها لانه العمال دول راحوا وقعدوا مع وزير القوى العاملة كمال ابو عيطة اكتر من مرة وهو محلش الموضوع حتى لما الجيش ضرب العمال وحاول يفض اعتصامهم بالقوة لما قبضوا على 2 منهم كمال ابو عيطة كانت تصريحاته في كل الصحف انا رايح السويس ومش راجع من غير ما احل المشكلة وفي الحقيقة لا راح السويس ولا حل المشكلة ومؤخرا اخر جلسة كانت معاها وزارة القوى العاملة وكان حاضرها حد من الاتحاد الدولي للصناعات الاسبوع اللي فات كان في كلام عن انه حتى العمال في ظل الاوضاع اللي حاصله تراجعوا عن المطالب الاساسيه ووافقوا انهم كانهم يرجعوا لما قبل الاضراب والاعتصام وافقوا انه طيب رجع زمايلنا ال 12 لقرار الوقف والفصل وقبضنا مرتباتنا وهنشتغل وبعدين نتفاوض على حقوقنا حتى ده ما نفذوش بل بالعكس كمان امبارح كان في حاجة تانية لها دعوة بانه الراجل ده بيستقوى بالجيش والشرطة وكل الاجهزة فقرر ان هو يطارد العمال عامل 15 محضر في 15 عامل بيتهمهم فيه بالتحريض على الاضراب وايقاف العمل وكذا وانه الشرطة قررت تنفذ البلاغات اللي مقدمها هو وما تنفذش بلاغات العمال ضده بان هو ما بيقبضهمش مرتباتهم وما بيدخلهمش للشغل ال 12 دول وغيره من الحاجات انه هي السلطة الممثلة في الجيش والشرطة قررت انه هيبقوا هم ايد صاحب العمل ضد العمال عامل يتقبض عليه في كمين وعامل تاني يروحوا يدوروا على العمال في البيوت في الفجر وغيره من الحاجات ومؤخرا في الجلسة بتاع امبارح اللي هو التهديد المباشر للعمال بانه يا تقبلوا ان انتوا تتفصلوا يا اما مش هتشوفوا الشارع تاني برضو دي حاجة برضو ودي جلسة كان حاضر فيها اللي هو شمس اللي هو ممثل الجيش الثالث في السويس والمحافظ حضر في الاخر وفي الحقيقة هم عملوا اتفاق مضمونه برضو الانحياز الكامل لصاحب العمل لانه في 5 هيقبلوا ان هم يتفصلوا تحت هذا الضغط وياخدوا تعويض بقى الله اعلم بقى الراجل يعني هو المنتصر في هذه الموقعة يعني هيديهم تعويض شكله مش بس الناس دي هتبقى فقدت شغلها بالفعل وانه في 10 ما زالوا موقوفين وبعد شهر هنرجعهم واحنا عارفين بعد شهر هنرجعهم اللي حصل مع عمال العين السخنه وغيرها من الحاجات وانه الناس تشتغل وهيقبضوا مرتباتهم يوم الحد اللي جاي وبعدين نتفاوض على الحاجات في الحقيقه ده حاجه بتوري انه الانحياز الكامل لاصحاب الاعمال ضد العمال وان زي ما كان عامل منهم بيقول لي انه احنا تجربه على كل اللي هيحصل على كل عمال مصر انه هذه السلطه وهذه الحكومه بما فيها وزير القوى العامل القوى العامله اللي الناس كانت متوقعه ان هو طالع من وسطهم وان هو هيبقى عارف مشاكلهم وهيحلها انه الحقيقه انه مفيش اي حلول ومبقاش باين خالص هي الوزاره دي اصلا شغلتها ايه يعني الوزاره دي شغلتها تنفيذ قوانين العمل السيئه اللي احنا شايفين ان هي سيئه بس حتى الميزات فيها للعمال ما بتتنفذش انت لما تبقى انت وزير قوى عامله والعمال ما بتنفذش عليهم القانون بتاع ال 10% في الارباح يبقى انت بتعمل ايه؟ انت وزير قوى عامله وما فيش
فيش شروط سلامة وصحة مهنية كافية للعمال يبقى انت بتعمل ايه؟ لما تبقى انت وزير قوة عاملة والناس بتتصل تعسفين وانت ما بتعملهمش اي حاجة يبقى انت بتعمل ايه في الحقيقة؟ ده بيصير سؤال انه الوزارة دي بتشتغل ايه بالظبط؟ بتشتغل مع مين؟ هو في الحقيقة انه الجيش والنظام الحالي في الحقيقة الناس دي ما بتتعلمش. يعني الثورة دي قامت لانه الناس ليها مطالب والعمال ليها مطالب. مرسي والمجلس العسكري ثم بعد مرسي طول الوقت بيفكروا ازاي نبطط العمال وازاي نقمع العمال. ومع هذا يعني العمال ده لغايه دلوقتي هم مكملين. الحقيقه الناس دي لازم تفكر ان العمال هتبطل لما مطالبها تتحقق، انا لما ابقى مبسوط ولا لما ابقى ما باخدش مرتبي. انت هتعمل فيا ايه اكتر من انك تجوعني؟ هتعتقلني ما تعتقلني. اعمل لك ايه يعني اساسا؟ ان هم لو هم بيفكروا في حلول بجد لازم يبقوا بيفكروا في تنفيذ مطالب العمال اللي بيطالبوا بيها بقالهم عشرات السنين وفي العشر سنين الاخرانيين قبل الثوره. كان ده واضح بشكل تماما يعني قدام كل الناس، كل الناس عارفه انه العمال دي عايزه قبور تعرف تعيش منها. وزير القوى العامله بيقول انا بقدم مشروع سري للحد الادنى والحد الاقصى. طب انت ليه يا عم مشروع سري؟ ليه ما بتطرحوش على العمال؟ بتطرحوش على المجتمع كله علشان يناقشوا علشان يشوفوا اذا كان فعلا المشروع اللي انت بتقدمه ده بيلبي احتياجات الناس ولا ما بيلبيش احتياجات الناس. الوزير ده بيناقش قانون الحريات النقابيه في الحياه بشكل شبه سري. انت بتدعي الناس في اول جلسه ليه بنفس طريقه خالد الازهري الوزير الاخواني وبتقدم نفس مشروع خالد الازهري السيء جدا اللي بيقضي على مساله النقابات بجد. وبتسلم الناس المشروع وهم قاعدين انت عايزهم يناقشوك في ايه في الجلسه؟ رايي ان احنا ما نراهنش على اشخاص، احنا محتاجين نراهن على سياسات. الوزير ده بيعمل لي ايه؟ ان شاء الله حتى الوزير ده يبقى مين، بس لو هو بيعمل سياسات في مصلحه العمال تاكيد العمال هتبقى معاه. ولو الوزير ده حتى هو مين وما بيعملش مصلحه العمال العمال مش هتبقى معاه. احنا محتاجين ما نراهنش على اشخاص، مفيش حاجه اسمها اشخاص، في حاجه اسمها سياسات. هتنفذ لمصلحتنا ولا مش هتنفذ؟ كمل معركتنا، معركتنا ما خلصتش، معركتنا مكمله لان احنا حقوقنا لسه ما خدناهاش. وفي الحقيقه الطرق اللي احنا كلنا متعودين عليها الاضراب والاعتصام والتظاهر، احنا سلطه هي ما زالت صوت اصحاب الاعمال ضدنا. فاحنا ما عندناش حل الوحيد غير استعمال اسلحتنا اللي هي طول عمرنا بنستخدمها، ما عندناش في الحياه حل تاني. واللي عنده حل تاني يتفضل يجي يقول لنا هو ايه الحل التاني.